هو نموذج للعلاقة بين الإنسان والدائرة المربعة، بيفهم في كل شيء، واللي ده وترعرع في السوشيال ميديا والتوك شو، يفهم في الاستراتيجية والتكتيك وخرم الأوزون وتنشير الغسيل والفيروسات والكائنات الزاحفة والطائرة. إنه مستر هابدو النشطماء، يفهم في كل شيء ويعرف كل التفاصيل ويعرف كل الأسرار وعلى اتصال بكل الأجهزة في جميع أنحاء العالم. يجلس متوحدا بفانيلته الحملات ليدلي برأيه في كافة الموضوعات التكتيكية والاستراتيجية. الكائنات إما تبيض أو تلد، لكن هبدو النشطمائي مختلف. هو يشير وسبسكرايب، يبحث عن اللايك، يبحث عن الإعجاب، عن الشير. وهناك نوعين، نوع حسن النية مجنون قليلا ولديه تهاويم، ونوع حسن التمويل يبحث عن اللايكات والدولارات والأشياء الثمينة. هو خلاف وخلف خلاف ومختلف، ويقدم أشياء يومية يذهل بها العالم ويثير حيرة العلماء والبؤساء والسعداء والتعساء. عند هبدو الخبر اليقين. طبعا احنا عارفين انه فيروس كورونا موجود ومعروف، وهناك حيرة لدى العلماء والمعامل في انهم يعرفوا تفاصيله ويعرفوا علاجه للتوصل للعلاج. لكن هبدو النشطمائي لديه الخبر اليقين زي ما احنا عارفين، لديه الحل ولديه التفاصيل ولديه الحلول والأنشطة والخرائط والخطط والاستراتيجيات. هو شوية يقول لك ده نظرية مؤاملة، ده معمول، ده منتظر، ده وصلوله لحل. وحتى احيانا بعضهم بيطلع حل عشبي ويقول لك ان كل اللي خدوه شفوا منه مع ان ما كانش عندهم كورونا. القصه هنا هو الادعاء. اذا اتخذت اجراءات احترازيه فهو يريد حظر كلي، اذا اخذوا حظر جزئي هو يريد ان الناس تطلع لان كده بتخربوا بيت الناس، اذا سابوا الناس تطلع يقول لهم لا انتوا بتعرضوهم للعدوى. يعني احنا الناس تايهين معاه، ينزل الشارع ويعمل زحمه ويقول الناس زحمه، الناس كلها في الشارع، ويبصوا لبعض ومندهشين. وليه الناس كلها في الشارع؟ طب ما هو انت الناس وانت اللي بتعمل الزحمه وانت اللي بتطلع وانت اللي بتنزل. هي دي المشكله الرئيسيه، انه بيبص لنفسه وشايف انه التانيين هم اللي غلطانين. بس تميم مباشر كورونا، احنا عارفين انه فيروس كورونا بيهاجم العالم كله، اوروبا، امريكا، فوق تحت، ما بيفرقش بين غني وفقير، دوله متقدمه ودوله متخلفه. لكن الحقيقه انه قناه الجزيره وقطر سابوا كل العالم، الاف الضحايا، مئات الالاف من المصابين، ومتفرغين انه مصر جايبين خبراء مربيينهم عندهم، عاملين مزارع للخبراء ومزارع للمحللين يحللوا قضايا مصر. العالم كله وقف الجوامع، وقف الصلوات الجماعية، لكن مصر والسعودية هما المشكلة الرئيسية. ازاي يقفلوا مع ان قطر قافلة وتركيا قافلة، لكن مصر والسعودية ازاي؟ في دراسة مهمة جدا بتؤكد انه اغلاق المساجد في مصر والسعودية بيزيد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ويؤثر على غلاف الكرة الارضية، وينفسق وينبثق ويطلع وينزل. ويجيبوا طبعا خبراء من كل الانواع مربيينهم عندهم طبعا في الاوض وفي المزارع وفي الصوبات، ويطلع يحلل زي ما هم عايزين، ويعني بيحللوا وبيطلعوا كل حاجة. العالم كله فيه كورونا، لكن كورونا في الجزيرة مختلفة، كورونا قطر مباشر. طبعا عارفين انه العالم في 2020 مش محتاج كوارث، عندنا اعاصير، عندنا تسونامي، عندنا زلازل، عندنا فيروس كورونا اللي وقف السياحة وخرب البيوت والصناعة وقفل كل حاجة والطيران، خسائر كتير جدا. لكن في وسط ده في ناس كيفت النكد الاضافي، اللي هو في مذنبات هتضرب الارض من تحت تطلع من الناحيه الثانيه، في كويكب هيحرق الارض والناس هيموتوا غرقى ومحروقين، في الشمس ستقترب فهتسيح الارض وينفلق الانفلاق فنطير في الهواء ونتكسر حتت والبني ادم هيروح في ده. طبعا الناس دي كلها بينقلوا من ناس مفترض ان هم شغالين في سوبر ماركت ناسا او عاملين نفسهم علماء وخبراء بيخترعوا اخبار ويقول لك والمنجمين والتنجيم يتوقع والمنجم المنجماتي الارض هتنفجر. طبعا احنا الناس مش ناقصه، واحنا الناس كلها كورونا خارب بيوتهم وراعبهم ومش ناقصين، وفي كوارث تانية، واكيد القيامة هتقوم في يوم من الايام والناس كلها هتقوم، لكن حضرتك تقوم، قامت قيامتك مش ناقصينك.